ما يكونش ترى استفزاز بس نضرب فرها علاش مش كلها نزل استفزاز؟ انا كان شتات شام يمكن ولا نظام كيف يمكن نظام شو قال لك الواحد ممكن حاجه زعما يمكن نظام الاستفزاز هذيك بصح غالا اصلا داك شي بالدار ديال الملاك ويلي وقيلا في ديك الوقيته عرفت هي مشات عندنا ولا شنو؟ لا لا تصالحت معاه ودارت له القلب وجات من إيطاليا وجات لعنده ودارت بيه شوية البوز دخلت شوية الفلوس ودبزات معاه وقمشاته وضرباته وجا عنده الزكي الذهب بقى في حياش ما كانت عنده حتى شي دراهم في جيبه تما فين تحشالو القلب الزاكي. تبان لك واحد منادي المنادي واحد الفيديو كنت شفتو هبط على طبقنا في الانستغرام ولا مع في ستوري ديال زكي قال لهم ها هو شوفوا شكون جا عندي ها هو نزل معايا ياك حطوا في ستوري هو ديك الوقت تعرفوا بلا كاين في الدار قال داك الشيء اللي جاو البوليس عنده داك الشيء اللي كان ما مسكين نزل دخل ليه في هذا الشيء زعما تقول لك لا شوفي نزار نزار ماشي هو اللي عيط للزكي قال له اجي ديني راه الزكي اللي عيط لنزار قال له انا غاجي نديك وغانا وما قالها في واحد الفيديو قال لك لي معاه هما اللي قدفوا راه مع بحالك بحال هاد النويطه قالوا دابا هما بغاو يديروا لنزار بحال اللي داروا لنزار مع غيتا فهمتي ومن اللي خلاو غيتا توقع باللي راه نزار هو اللي دخلها دابا قالوا الا خرج الزاكي غادي نخليوه يتوقع باللي راه نزار هو اللي دار له القلب فهمتي ولكن الزكي بعقله الزكي بعقله ما كنظنش حيت هو عارف راسه هو اللي عيط لنزار قال له انا غنجي نديك راه ماشي نزار اللي عيط له نزار كان غادي الاكادير ما يتفيقش اختي انا كنقول لك ما يتفيقش علاش ما يتفيقش ما زدت ما يتفيقش بلي زعما راه نزار هو اللي دار ليه القاعد ما يتفيقهاش انا كنعرف العلاقه ديال الذكي مع نزار هادو اصدقاء ديالي فهمتي قدر نقول لك الذكي ذكر واحد عندي مع واحد الصداقه اللي قدر نقول لك ابار كاع السوشيال ميديا ولا راك دار لي لاكام مع ولادو مع هضرت مع مرتو بليزيوغ فوا عندي النمره ديالها يعني كنقول لك راه عندي واحد العلاقه ماشي بحال شوف قبل ما نقول لك العائله ديال النزار وي خالتي لطيفه حتى هي فهمتي على راسي وعيني وعزيزه عليا وكل شيء بالحق يعني هذوك ديال الانترنت بوز هذه العائله الاخرى ديال الزكي عندي معهم واحد العلاقه عائليه نقدر نقول فعلا اول واحد هضر عليه هو انت يا اول واحد هضر على الزكي هو انت شوفي عندي يعني عندي معاه علاقه عائليه انت راكم شفتوا داك الفيديو فاش كان جاي فاش كانوا جايين وكان طالق لايف وكان كيهضر مع واحد صاحبنا في واحد ما تذكروا لا اسمات لا والو وكان كيسبو تيقول له المنادي راجل عليك المنادي راجل وانت اللي هضرتي وانت 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 فهمتي الزكي كيعرفني كنقول لك راه علاقه عائليه فاش كنهضر معاه كنهضر معاه كصديق واحد مقرب كنهضر مع العائله وكل شيء دونك انا الزكي كنعرفو حق المعرفه الزكي راه كيسب نزار في وجهه كيسب نزار في وجهه ما كيخليليش ما كيخليليش ونهار نزار وقع له مشكل مع امه ما غاديش نهضر في هذا الموضوع هذا بزاف راه انا ونزار انا والزكي واخا انا راه كنناقش مع نزار وني فاش سمعت الهضره صيفط له فوكال بقيت تنعرق له بقيت نسبو تنعرق له وكذلك الزكي دخل عنده سبو ما خلاليش ودخل عند خالتي لطيفه وشوف حنا الا الاباء الا الوالدين خص يبقاو خط حمر علينا بالاحترام ويضربونا يقتلونا طرف من اللحم يشد هاك يحيد لي اللحم باللقاط يحيد لي اللحم باللقاط وتنيه هانيه ونتقبلها فهمتي الوالدين لا دونك الزاكي عزيز عليه نزار ونزار عزيز على الزاكي الزاكي نهار هبطو باش يفرم لك المشكله ديك النوبه اللي وقع فيها الفيديو ديال التيك توك اللي دار بالباله وهادي الفيديو ديال اليوتيوب اللي هو اعترف اللي الزاكي قال البنت بنتي وانتم اللي ما عرفتوش علاش هو اعترف غير قال البنت بنتي هي صافي ما بغاش المشاكل لا والو فهمتي ما بغاش المشاكل 4 مليون انا قال لي الزاكي سلف عالي في الاخر قلت له خدها صافي انت صاحبي وخويا هاك الله يسهل عليك ماشي مشكل ياك انت غير تفك المشكل بينك وبين النزار مع هاد صاحبتنا هادي هاد الخنزه هادي سير والله انا
صاحبكم خوكم عاونتكم بها صافي نهائي. يعني الاخرى دارت فيديو في اليوتيوب، دارت لايف في تيك توك، دخلت فيها زبالة فلوس ودي 4 مليون. اوكي، وفي الاخر ما كاين والو. ديك الساعه كانوا ناس اش قالوا فاش نزار ضرب نادا ولا ما ضرباش، حنا المهم حنا الفيديو ما عرفناش واش ضربه ولا ما ضرباش. اوكي، يعني هو بان بحال ضربه هي طارت عليه وهادي، وبقاو كي شنو كانوا كيقولوا، كيقولوا بلي راه الزاكي هو اللي قيد نزار داه تمايا باش يدير ليه القالب، فهمتي؟ دونك هنا الناس كتهضر كتهضر، وانا قلتها لهم، انا مازال انا شفت اللايف، انا كنت انا كنت بعدا اصلا كنا كنهضروا في بريفي، والله حتى كنت كنهضر انا في بريفي ديك الساعه مع واحد الصديق دريه، ماشي مع بنت، كنت كنهضر مع واحد الدري صاحبي. تدخلت عندنا واحد السيده هاك في ديك لابيل جروب، كنا ديجا حنايا جروب، فهمتي؟ كان اللي جا كيعيط في هذيك النمره اللي طلع هو هذاك صافي. المهم اللي جا كنبقاو باش ديما كنا واحد 6 ديال الناس هكا، كلنا كنا كنهضروا في ديك لابيل، ويطلع واحد السيده اجي 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 راه نايضه المنادي، اجي راه نايضه في التيك توك. شنو قلت لها اختي ما عندي ما ندير شي مشاكل ولا اللي بغات تنوض تنوض، حنا جالسين كنهضروا ترانكيل على واحد الموضوع وشي لعيبات. اوكي، هو كنوريه وكيوريني هذاك بنادم. قلت لي راه اجي، قلت لي راه نايضه عليك تمايا. قلت له كيفاش عليا؟ قلت لي راه شنو كاين، وانا ما كانش في خباري كاع باللي هما راهم مشاو للخميسات باش غادي يفري داك النهار. انا عارف باللي غيتلاقاو، واني ما كنتش عارف باللي راه داك النهار هو اللي غيتلاقاو، باسكو انا كنت خدام النهار كامل، ساليت الخدمه دخلت دوشت كليت هادي، عيطت في ديك الابيل ديال الجروب جاوبني هذاك، بصح بقينا كنهضروا انا وياه. دخلت عاد شفت الروينه كيفاش ناض. انا راه اون فوا نزل داك اللايف بقاو تيقولوا اه راه فلان راه فلان راه فلان راه هو اللي حشى النزار، هو اللي داني نزار، فهمتي؟ راه هو اللي داني نزار، هو اللي داني نزار باش يحشيها له. انا شنو قلت لهم؟ قلت لهم نو امبوسيبل امبوسيبل، غادي يحشيها النزار، ما يمكنش. انا كنعرف الزاكي، الزاكي ماشي هو ذوق حبه، الزاكي راه ما فيهش ذوك الفاعل، والله ما فيه ذوك الفاعل يجيبو زعما ويحشيها له، نو ما يديرهاش. وكذلك دابا داكشي اللي كنقول، النزار يقدر تقولوا فيه العيوب كامل اللي بغيتو الا انه يحشيها لصاحبه، فهمتي؟ واخا شحال من كيقول لك راه كذاب، لا، نزار نزار ضحيه. غنقول لك كيفاش، الا لاحظتوا كاين واحد الحاجه كوما، كاين واحد الحاجه كوما ما بين هذوك البنات كامل، هو اللي عارف شنو هي. هما كيضربوا الفلوس، هو متبع كما قلت لكم قبيله، كنت كنسمعكم كي سكرين ايس كريم الف في اللايف، طالع اللايف راه هابط اللايف، ما على بالوش لا فلوس لا والو. هذوك اللي جاوا عنده باغيين الشهره والفلوس، يعني هما باغيين الشهره والنيشه تاع الفلوس. راه اللي كانوا الناس اللي كانت باغا الشهره كنا كنبقاو غير في الانستغرام، فهمتي؟ في الانستغرام راه كنا كنطلعوا 1000 2000 4000، وصعيب باش تطلع في الانستغرام 1000 ولا 2000، راه ماشي بحال التيك توك. التيك توك غاتطلع 1000 نورمال، تطلع تقدر تطلعها طريقه الحق. هذوك الناس تابعين الفلوس، تابعين المصالح. نزار راه عام قدم، نزار راه عام قدم، عام قدم، هو غير البوز، نزار غير البوز. هو اللي دابا غادي يولي يفهم، دابا غادي يولي يفهم. واحد الهضره قلتوها قبيله وهي نزار خصو شي وحده ما تكونش سوشيال ميديا، امبوسيبل وحده غتمشي مع نزار بعيدة على السوشيال ميديا. يقدر يطيح في شي بنت الناس تقولها، تقول له انا غنتزوجك نجيبك، واني ما نبانش انا في السوشيال. يمكن كاين، يقدر تكون، يقدر الله اعلم، مي كنقول ما تقدر تكون وحده في المليون، فهمتي؟ وحده في المليون، لان لا بلوبار لا بلوبار فاش كانوا كيطلعوا في تحديات، باش نفكركم شنو كانوا كيقولوا، كيقول لها نتزوج، تقول له لا خويا اسمح لي ما نقدرش نتزوج بحالك، مع واحد بحالك. واني هذوك اللي كيقبلوا كلهم تيقولوا نديروا البوز نديروا البوز نديروا البوز، اجي نديروا البوز اجي نديروا البوز، فهمتي؟ يعني دونك هو غير البوز، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. الحمد لله يا رب.